إحدى فصائل المقاومة العراقية أنها تواصل هجماتها على مواقع وحواجز القوات الحكومية في مناطق متفرقة من العراق. بثت الجماعة تسجيلا مصورا لاستيلاء مقاتليها على موقع للجيش العراقي غربية كركوك. وتظهر الصور قيام المقاتلين بحرق عربة همر للجيش والاستيلاء على أسلحة وسماحهم لضابط الموقع وجنوده بمغادرته بعد ارتدائهم ملابس مدنية. الآن إلى سوريا.